تعرفي؟ تعرفي انه انت اهم حدث بحياتي يا ستي. مو اهم حدث، انت الحدث الوحيد المهم بحياتي. وكانه هيك اكتشاف متاخر؟ لا مو متاخر، طول عمري هيك رايي، بس يعني قصه تفاصيل. صحيح، كيف هلا رجليك هيك؟ هلا ما بتغيريها العاده، بنكون بحديث بتغيريها لحديث ثاني. شرفي شرفي شرفي. شو عم تعمل هون؟ هلا دكتور مروان. اهلا اهلا، شو قصتك؟ ليش قاعد على الارض؟ يعني طفولتنا قضيناها هون بهالقرنه، نلعب ونسهر ونشقى. صباح الخير مدام. صباح النور. بعرفكم دكتور نزار مستشاري القانوني، ودكتور مروان ومدامته. اهلا وسهلا، تشرف. تشرفنا، اهلا وسهلا فيكم. لا لا لا، اذا هيك لازم نلتقى. اكيد بنلتقى. اكيد. ها؟ طيب نحن بنستأذن. يا هلا، الله معكم. أنا ما عم أحلم ببيت عربي تبع أرض ديار وبحرة، عم بحلم ببيت كبير شوي بس على شكل كوخ، وإذا كان طابقين يا عيني، مشرقة ودروة وجنينة شوية خضار وشجر وحب ودفى. وأنا؟ أنت؟ إيه. شو؟ أنت الحب. بدنا إياه من جوا كله خشب. طبعاً. وعلى جبل. يا ريت. Thank you.
بالله عامل لي اجواء وليالي تنكه وحطب. بجوز. حلو الجو ما؟ ايه دافي. ايه بس بده كاسه شاي او هيك شي عروسه. بطاطاية شويه بصله. عروسه تكرم عينك، هلا بس نخلص احلى عشاء عند خالتك ام فؤاد. بس نخلص، بس نخلص شو بالضبط؟ انت ليش بصيرتك محروقه؟ خلصت الأجواء والليالي؟ مرحبا. هون بحس بمكاننا الحقيقي، كل شي برا هو الفيلم، بابا وعفاف والمدرسة والحارة. مبسوطة؟ لك طايرة، أو يمكن غرقانة. من لما شفت هالفيلم معك لأول مرة وأنا هيك عم حس حالي غجرية هربانة من كل المحلات، عم غني وأرقص وحب هون بس ومعك أنت وبقلب هاد الصندوق الكبير المعتم، عم حس بكل الحرية. بحبك يا غجرية. انت ما في ارض كل الدنيا بتوسعي، انت ما بيوسعي غير قلبي وعيوني.
لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.